كيف نغير شكل مؤشر الفارة من المؤشر أو البوينتر الموجود في الويندوز 10 أو 11 العادي للبوينتر الموجود في أجهزة الماك الخاصة من أبل اللي هو أجمل بكثير صراحة؟ أول إشي بنفوت على الرابط اللي راح أحط لكم اختصاره هون أو بتلاقوه في هايلايت حسابي في الإنستجرام وحتى راح تلاقوه في التعليقات. بنروح على جهة الداونلود وبنختار إنه بدنا نعمل تثبيت للويندوز وبنستنى ليطلع لنا زر التحميل وبنحمل الملف على الجهاز. بعد ما نفك الضغط عنه بندخل عليه بنلاقي في عنا ملف اسمه انستول، بنعمل عليه زر يمين أو رايت كليك عشان نثبته، بنختار خيار انستول أو تثبيت وبنعطيه الصلاحيات ليثبته. بعدين بنروح على البحث وبنبحث عن ماوس سيتنج في بحث الويندوز طبعا. بعدين لما تطلع لنا هاي الشاشة بنختار خيار اديشنال ماوس سيتنج، راح تطلع لنا هاي النافذة. من الأقسام اللي فوق بنختار قسم البوينترز، بعدين بنفتح الخيارات الموجودة عند السكيم، بعدين بنختار ماك او اس بيكسير، وبعدين بنعمل انيبل للشادو عشان يكون شكله احلى، بعدين بنعمل ابلاي وبنعمل موافق للرسالة اللي بيطلع لنا اياها، بعدين بنضغط اوكي وبنطلع من هاي النافذة. خلص مش رح نحتاجها لانه رح نلاقي انه المؤشر تغير مباشرة للشكل الجديد اللي بدنا اياه.